السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا انا اسفة على المنظر عشان الدنيا مكركبة، عشان انا كان عندي الخشب اللي كنت محولاه على الفراخ دي كان بتاع الدولاب، والدولاب ايه خلاص راح لصاحب نصيبه، فعايزين بقى عايزه احاول عليهم. فطبعا بقيت اجيب كل كيس من هنا وبرميل من هنا والطبق والصاج اللي هناك دوت والبلاستيكات دي، فطبعا ايه بس حطيتهم في المكان ده مؤقت، حتى المكان تحتيهم برضو عايز يتنضف، بس هو مش وسخ قوي بصراحه، يعني مش ما فيهوش فضلات كتير. ليه بقى انا ما نضفتش النهارده؟ عشان النهارده كان عندي تنظيف فراغ اللي هي كانت جنبيهم في المكان ده، اهو المكان اللي هناك ده الحمد لله خلصت ايه من الفراخ الكبيره، فاضل فيهم 5 بس، لسه دول حجمهم شويه يعني عايزين يستووا شويه وبعدين نذبحهم. طبعا انا النهارده بس كان كفايه عليا تنظيف الفراخ، وديتهم عند الراجل نظفت حبه لينا والباقي الحمد لله بعناه والحمد لله وربنا كرمنا فيه. فطبعا كل المكان عايز يتنظف زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بص الكركبه بقى، بس ما قدرتش اعمل كل حاجه النهارده. المهم ايه، صلوا على النبي حبايب قلبي، حطونا لايك الجميل بقى كده منكم. طبعا الفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله، اهي مش هقول تراكيت عشان هم بقوا فراخ خلاص الحمد لله بدأوا يكبروا، لو انهم فيهم وفيهم بس برضو ايه بسم الله ما شاء الله فيهم احجام مرضية الحمد لله، ربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله زي التانيين. المهم ايه، صلوا على النبي حطوا لنا اللايك الحلو بتاعكم بقى اللي بيفرحني جدا، بس بصراحة اللايكات قليلة جدا، يعني لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، مش عجبكم برضو بيرجع لذوق حضراتكم وحاجة ترجع لكم في الاخر. المهم ايه، الكتكوت اللي في النص ده بصوا كشش ازاي، بس انا عامله مزوده الاضاءه كتير قوي مش عارفه اعمل ايه تاني. بصي لمده اهي، بصوا لمده اهي ولمده اهي ولمده تاني اهي، ثلاث لمض، واحده اللي هي الكبيره قوي واثنين اللي هم الوسط. ان شاء الله بكره هجيب لهم لمض من الكبيره دي وازود لهم الاضاءه شويه، عشان بصراحه بعدت اجيب من الكهرباء لقيته قفل خلاص، كنت حاطه لهم لمضه كبيره هنا مكان الصغيره دي بس اتحرقت. فالمهم ايه، هنبيتهم النهارده كده ونكلفتهم ونقفل لهم الباب وندفي الدنيا عشان ما يسقعوش، عشان الفراخ دي بتبرد، بصوا جايين تحت اللمضه ازاي بيستخبوا. المهم بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مجوعاهم زي ما قلت لكم، دخلنا في ساعتين كده دلوقتي. المهم معانا بقى ايه الخلطه بتاعتنا النهارده الجميله، هجيبها اوريها لكم مع بعضنا كده. بصوا الخلطه بتاعتنا هتلاقوا معاها ايه، انا لسه ما عملتهاش هعملها قدامكم، بس بسم الله ما شاء الله تحسوا ان انا ايه مزوده المكونات او هتقولوا منسمه اوفر قوي، بس الحاجات دي صدقوني انا ما ذبحت الفراخ فرقت معايا في اوزان الفراخ وفي لون اللحمه بتاعت الفراخ. بسم الله ما شاء الله، الفراخ اللي بتربيها في البيت والله يا جماعه اللي بيربوا هيعرفوا كلامي، اللي بتتربى في البيت احسن من اللي بتجيبيها من بره 100 مره، بتاكل علف في البيت، بس انت بقى بتضيفي ايه اللمسه بتاعتك في الخلطات والحاجات اللي بتعمليها، ده نفسك في تربيه بيتك. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده من الاخر والله يا جماعه، حاجه من الاخر بسم الله ما شاء الله، بتبقى حاجه مفرحه، طعم حلو، خير في بيتك، ربنا يا رب يملى بيوتنا كلها خير وبيوت المسلمين يا رب، اللهم امين. هنخش بقى على الخلطه بتاعتنا نعمل لهم الخلطه عشان هم ميتين من الجوع. طبعا بصوا بقى هتقول ايه ده يا ام نسمه اللي انت عاملاه ده، بصوا ده مهرجان الخلطات بقى، كل حاجه كل الايه اللي يجوا على بالكم انا هحطه لهم النهارده، اللي بنحطه كل يوم، بس النهارده مزوده بقى ايه حاجتين اتنين تاني غير الكركديه وغير القرنفل والكركم والنشا وحبه البركه والبصل والعسل. بسم الله ما شاء الله، حاجه ايه يعني بصوا مش عارفه اقول لكم ايه، حاجه كده من الاخر، خلطه بصوا جميله جدا. المهم بقى هنبدا ايه نعمل الخلطه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. الحاجه اللي انا مزودها النهارده بقى هي ايه، الحلبه. انا بصوا ما عنديش بصراحه ربنا اللي هي بنطحن فيها دي اسمها ايه، اللي هي بتبقى الكبه الصغيره دي بتاعت الخلاط، ما عنديش منها بصراحه، عندي كبه كبيره. فالمهم قعدت اكسر فيها ايه في الكبه كده، كسرتها على قد ما قدرت وحطيت عليها شويه كمون، هنحط برده معلقه صغيره كده الحلبه دي بقى ما تقولوش لحد عليها، بسم الله ما شاء الله تحفه جميله جدا، بتخلي الفراخ ما شاء الله. معلقه كمون على معلقه حلبه مخلطين على بعض، معلقه واحده، انا ما كسرتهاش قوي ما فرمتهاش قوي عشان ما عنديش زي ما بقول لكم ايه مفرمه مقفرومها فيها وناعمه خالص، وقلت لو لقيتها عند العطار ناعمه بعد كده هبقى اجيبها. الحلبه تحفه لو حطيتيها مع المشروب بتاع السقايه، لو غليتيها وحطيتيها او طحنتيها وحطيتيها كده، حاجه بصوا حاجه من الاخر. ومعانا طبعا ايه
الاساسي بتاعنا النشا. معلش انا جبت المعلقه والله مش عارفه راحت مني فين، نسيت حطيتها فين وايدي ايه نسيت عليها خالص. ومعايا طبعا ايه الكركديه على القرنفل ده بقى، بصوا ريحته فظيعه، اللهم صل على النبي، ده بقى حاجه حلوه قوي قوي للفراخ. طبعا المكون اللي هنحطه هنشيله على طول عشان ايه ما نرجعلوش تاني، النشا حطيناه. طبعا بصوا الفراخ الكبيره، بصوا جايه بتبص ازاي، هي بتحب ريحه الحاجات دي قوي عشان معوداهم انا عليها. ومعانا بقى ايه حبه البركه بتاعتنا الجميله اهي، حبه البركه دي احنا عارفين فوائدها لا تعد ولا تحصى، جميله جدا للبني ادمين وللطيور، بسم الله ما شاء الله، كلها ايه حاجات للمناعه كويسه جدا، رفع المناعه قوي، والكركم رافع المناعه برده هايل برده، والجنزبيل بيدفي القرنفل حلو للطيور، والجنزبيل بيدفي الطيور، بس انا ما عنديش جنزبيل بصراحه. يعني بصوا الخلطات كتيره ازاي، بس انا ايه الكركم بصوا يا جماعه كتروا منه عشان هو بيضرش اصلا، حبه البركه كتروا منها، بس انا بحط حبه البركه حبه بحبه ليه، عشان عايزاهم يقعدوا عندي الحاجات دي لحد ما دوره الفراخ تخلص عندي اهو. بسم الله ما شاء الله حطيت انا من كله، فاضل بس المكون واحد العسل بقى، العسل اللي فاتح شهيه فظيع. النهارده انا عملت بصل بس، طحنت بصل بس، ما حطيتش ليمون، ما حطيتش خل، ما حطيتش توم. ليه بقى؟ انا عايزه اريح معده الفراخ من التوم شويه ومن الليمون الكتير ومن الخل. ليه بقى؟ عشان الفرخه ما تخسش معايا، عشان الخل بيصفي الفرخه من الدهون ما بيخليهاش تبقى فيها دهون خالص، بس ايه ما يبقاش كل يوم كل يوم كل يوم عشان ما يهريش كبد الفراخ كمان. الحاجات دي كلها حلوه جدا بس بالراحه على فراخنا. يعني البصل اهم حاجه في الوصفه على فكره، التوم مش اساسي، البصل اهم حاجه، بس هو التوم حلو كمضاد حيوي لو الفراخه عندك عيانه، بس بتحطي حاجات بسيطه ما بتحطيش كتير، وحسب برضو كميه الفراخ اللي عندك. هنحط معلقه عسل بقى، هحط برضو ايه حبه بالبصرمان كده عشان زي ما قلت لكم المعلقه جبتها ومش عارفه حطيتها فين، الزهايمر عامل عمايله معايا بصراحه اهو. بصوا معلقه حلوه كبيره اهي، عشان ما شاء الله عدد الفراخ اللي هو ايه صغيرين، وحط للفراخ الكبيره منها برضو. احلى حاجه لما يبقى عندك فراخ وتعمل لهم الخلطه كلها مع بعضها. هنقلب كل ده مع بعضه كده كويس، نفرمه كده في بعض، وانا بشرت البصلية بالمعشرة على طول، هقلبها بقى كويس، وهقلبها بقى على العلب بتاعنا ده وهحطها، وهوريكم بقى ايه الفراخ هتهجم عليها ازاي دلوقتي. حطت لهم الاكل اهو، الخلطة اللي احنا عاملينها، اللهم صل على النبي اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اهو كله بياكل ما عدا ده كاشش كده من امبارح، مش عارفة بقى بياكل ما بياكلش، مش عارفة بصراحة ربنا. انا كنت حاطه لهم التحصينات بتاعتهم في الاول من يوم ما جبتهم، بس مش عارفه ده بقى عيان من ايه بصراحه ربنا اللي بيكش كده. انا بحس ان هو اما بيجيش يوم لقدام تاني وساعات بيموت عشان ما اكذبش عليه. المهم ايه لازم يبقى في عندك ايه نافق كده كم واحد في الدوره اللي بتبقى عندك، ممكن اتنين ممكن واحد. يعني انا الفراخ التانية اللي ذبحت منها النهارده دي بسم الله ما شاء الله ما كانش فيهم الا واحد بس، هو ايه اللي اتوكلت على الله، كانت كبيره كمان والله مش صغيره دي، يعني كانت تقلت في الوزن وصبحت لقيتها ميته. فالحمد لله لما بتروح منك حاجه قولي الحمد لله، ربنا والله هيعوضك خير ان شاء الله. المهم ربنا يبارك يا جماعه. بصوا يا جماعه الخلطه الفراخ بتفرق معاكي والله، من الخلطات فراخ من غير خلطات مش هتجيب اوزان. يعني الكتاكيت دي انا ما جبتها من الاول، يمكن قلت لكم في الفيديو اللي صورته في اللي فات ده، مش فاكره اللي فات ده ولا اللي قبليه، قلت لكم الفراخ دي نفسي مسدوده عنها ان انا مش عايزه اصورها ولا انزل اعمل خلطات. بس يعني هم انتوا لو تلاحظوا هتلاقوا بصوا في فرخه قد ايه، في فرخه قد ايه، ده من الغش بتاع الناس، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا جايبه الفراخ دي من مكان حلو قوي ومعروف ان هو كويس، وبيشكروا في الشركه دي جدا ان الراجل اللي انا باخد منه بيجيب منها، بس كل اللي خدوا منه المره دي اشتكوا بصراحه ربنا. حتى هو قال لهم انا هعوضكم ايه اللي طلع عنده مثلا 10 فرخات، اللي طلع عنده 15، يعني بيبانوا لما الفراخ بتاكل وبيبداوا يكبروا بيبان السرده من الكتكوت الحلو، فقال لهم هعوضكم. يعني كل الناس بتشتكي، فانا قلت الحمد لله ادام حتى السرده بدا يتعدل شويه ووزنه يزيد فالحمد لله نحمد ربنا. يعني لما يكون مثلا عندك 20 ويطلعوا فيهم 15 كويسين وخمسه كده، هيبقى مثلا وزنهم كيلو ونص 2 كيلو الا، مش مشكله مش هتفرق الحمد لله. المهم ايه يجيبوا هم ايه، يعني يجيبوا اكلهم،
مش عايزه اقول لكم همهم بعد الشر من الهم، يجيبوا اكلهم يجيبوا مصاريفهم عشان ما يبقاش شقه على الفاضي، عشان لما الفراخ بتجيبيها وبتاكل ما بتجيبش اوزان الواحد بيزعل جدا بسرعه، بالذات في الوقت اللي احنا فيه في غلو العلف ده الواحد بيزعل. بسم الله ما شاء الله فيهم اللي كل ومشي اهو. على فكره الفراخ الصغيره دي بتشبع بسرعه، تاخد حبيتين وبتركن بسرعه. والخلطات يا جماعه بسم الله ما شاء الله بتفرق معاكم، بتفرق معانا في ايه بقى؟ بتفرق معانا ان الكتكوت بيكبر بسرعه، وزنه بيبقى حلو، بيشيل وزن بسرعه يعني. وتيجي تلاقي مثلا ايه الكتكوت في وقت حلو كده يعني وصل معاكي ايه لوزن حلو، فبتدحي بسرعه ما بتاخرش عندي. الفراخ اللي كانت عندي النهارده دبحت على 36 يوم بسم الله ما شاء الله، يعني حسبتهم من يوم ما كانوا عند الراجل وانا جبتهم لحد دلوقتي عندي كل الوقت اللي هم ايه من ساعه ما كانوا كتكوت صغير عند الراجل وانا جبته 36 يوم بالظبط. فبسم الله ما شاء الله ما يكون 2 كيلو 600، 2 كيلو 700، 2 كيلو 400، 2 كيلو ونص. ده حلو قوي، ده فضل ونعمه من عند ربنا، نحمد ربنا ونقول الحمد لله. انا مسكت المكان ضيقتهم شويه عشان حسيت ان هم بردانين، كنت موسعه لهم لحد المكان اللي هنا ده اللي فيه النشاره ده، لميت لهم شويه المكان عشان يدفوا لحد بس ايه ما ازود الاضاءه، ازود كمان لمبه حاطه واحده. بصوا منزلها لهم ازاي وبرده الفراخ بردان، وبصوا دي ودي سلونه صغيره. والمكان والله بصوا المكان مقفل، ده باب مقفول اهو، وده برده الشباك قفلته خالص لما لقيتهم بردانين، بس هي الحته اللي هناك مكان الشفاط دي سلك، ما مش عارفه اقفلها دي بصراحه. وبعدين انا مش عايزاه مكتومين، لازم يبقى في منفس. والشقه من بره مقفله خالص، بس ما فيش باب على المطبخ بصراحه، بس هم اللي جوه في الجنب كده، فهم يعني على ما اظن انا قاعده هنا، انا قاعده جنبهم محرنه، ما اعرفش هم بقى عشان كتاكيت صغيرين ايه بيبردوا بسرعه. المهم بسم الله ما شاء الله، بصوا بصوا انا كان نفسي كلهم يبقوا الحجم ده كده، اللهم صل على النبي. بس يلا النصيب بقى مش مشكله، ربنا بس يبارك في دول. انا برضك يعني بالقليل، فربنا بيبارك لي فيه والحمد لله، الحمد لله نحمد ربنا. بصوا الكتكوت اللي نايم هناك جنب دي مروحه يا جماعه اللي حطها ربطه فيها اللمده. بصوا عشان انا ما عنديش كهربا لسه في المطبخ، فبضطر اعمل اي وصلات كده عشان بس ايه امشي الحال. المروحه اللي واقفه ديت انا ربطه بس السلك فيها، وبعد ما دوره الفراخ تخلص همسكها صبرنا، كنت غسلها والله وشلتها من الصيف خلاص، بس همسكها صبرها تصبينه كويسه بقى ونظبط الدنيا كده ونمسك المطبخ ده بالقلوب لحد ما ربنا يسهل ونظبط الاوض اللي فوق السطح ونبقى الرب فوق بامر الله. بس ما اظنش على الجو البرد دوت الفراخ تنفع على السطح، البيضه دي بالذات الفراخ دي حساسه جدا من ناحيه البرد ما بتتحملش، فربنا هو المعين. هنشوف بس بعد الدوره دي ما تخلص على خير كده ونشوف احنا هنبدا نجيب ايه والرب ايه، ربنا كريم. المهم ادعوا لنا بالبركه حبايب قلبي، ما تنسوناش في اللايك الحلو بقى كده منكم، وهمسك كتكوت كده واوريكم حجمه. بصوا يا جماعه اللهم صل على النبي، بصوا ده حجم الكتكوت اهو ما شاء الله مش وحش. النهارده ليهم كده 21 يوم بالظبط، اليوم اللي صورت فيه الفيديو 21 يوم حسب ما ينزل الفيديو، هو مش عارفه هينزل امتى. المهم ايه ما شاء الله يعني مش وحشين. الرجل تحت الكتكوت بصوا حلوه ما شاء الله مبطرخه وحلوه كده، الكتكوت اللي تلاقي رجله مبطرخه ده معناها كده ان هو هيشيل لك في الوزن، بس اللي انا ماسكاه دوت هو حجمه كبير مش صغير، وفي اكبر منه الحمد لله يعني في اكبر منه. بس بقى ايه اللي هم اوزانهم بصوا صغيره بقى زي الواقف كشش ده كده، الواقف كشش ده مش هيطلع عليه النهار انا عارفه كده. هتلاقى في كام واحد عندي بصراحه يعني هم ايه احجامهم صغيره، فمش هتفرق الحمد لله.